نجم نجوم النادي الاهلي كابتني وكابتن مصر النادي الاهلي كابتن شناوي، مبروك يا شناوي. بطوله صعبه وبطوله مهمه جدا، لكن كالعاده لعيبه النادي الاهلي رجاله، بنحسم الدوري قبل الدوري باسبوع باسبوع. مبروك ليك ومبارك لكل جمهور النادي الاهلي. الله يبارك فيك. طبعا النهارده ببارك للعيبه كلها، النهارده عملت اداء كويس في الماتش النهارده، واحنا واخدين الدوري من بدري، بس النهارده كان اخر يوم نستلم بالدرع. طبعا مبروك للاداره والجمهور وللجهاز الفني واللعيبه. طبعا كان دوري صعب وفترة طويلة في الظروف اللي حصلت، كورونا والكلام ده كله كان صعب جدا، والحمد لله الفترة اللي جاية بقى أن نفرح النهاردة وبكرة، وإن شاء الله نرجع. أول ما نرجع بقى نركز إن شاء الله في أفريقيا، والفترة اللعيبة اللي عندها منتخب تروح تركز في المنتخب، وأول ما نرجع إن شاء الله نركز في أفريقيا، وربنا يكرمنا كده إن شاء الله ونرجع ونجيب إن شاء الله أفريقيا السنة دي. وبقول للجمهور ألف 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 مبروك، حقك تفرح، لعيبة رجالة، وإن شاء الله نقدر نفرحكم أكتر وأكتر. وبقول للجهاز الفني ألف مبروك للعيبة والإدارة، وألف ألف مبروك للناس كلها. أخيرا شناوي، يمكن من المميزات حراسة المرمى في النادي الأهلي هي المنافسة الشريفة وروح بينك وبين مصطفى شوبير وبين علي لطفي. النهارده يمكن علي أدى أداء رائع جدا ومميز جدا، وأنت على مدار الموسم يا شناوي سر من أسرار نجاح النادي الأهلي هي الروح الكبيرة بين لعيبة النادي الأهلي. أكيد طبعا، أنا زي ما على طول بقول إحنا كلنا واحد، إحنا كلنا إخوات، أي حد يكون موجود إحنا بنساند بعض وظهر بعض. دي السيمة اللي موجودة في اللعيبة عامة، مش في حراسة المرمى بس، اللعيبة كلها. أي حد يبقى موجود لازم يعمل اللي عليه ويعمل الدور اللي عليه. إحنا كلنا اللعيبة كلها رجالة، والنهاردة علي قدم مباراة كويسة جدا، الفترة اللي فاتت كلها مقدم مباراة كويسة، ومصطفى برضه ما يلعب يقدم مباراة كويسة، وأنا موجود الحمد لله. في منافسة شريفة، وأي حاجة في الأول وفي الآخر البطولة، إحنا بندور على البطولة، إحنا بندور على البطولات، إحنا بندور على الحاجات دي كلها، بس الحمد لله. نفكر بقى ان شاء الله نفرح، ونفكر ان شاء الله بقى في البطولة افريقيا ان شاء الله عشان نفرح. البطوله الافريقيه اخيرا شناوي، رسالتك لكل جمهور النادي الاهلي، الجمهور بيساند وبيدعم، وده مش جديد على جمهور النادي الاهلي، لكن عندنا هدف ان شاء الله 90 دقيقه 120 دقيقه مش هتفرق مع لعيبه النادي الاهلي، المهم ان شاء الله باذن الله الجديه والحماس، وباذن الله تكون البطوله التاسعه عبد الله بطوله النادي الاهلي. اكيد طبعا، اي حد يكون موجود 11 لاعب يكون موجود، احنا يعني انت بتتكلم في الجمهور، الجمهور رقم واحد احنا وراه على طول. طبعا احنا بنلعب عشان خاطر الجمهور، وبنلعب عشان خاطر النادي، وبنلعب عشان خاطر نفسنا، الكلام ده كله طبعا. بس في اخر الجمهور هو اللي بيفرح، هو اللي بيزعل، هو اللي بيبقى هو يعني الناس دي تتفرج من بره، دي اكتر حاجه بتفرحهم، عشان كده احنا بنلعب عشان نفرحهم ونبقى مركزين. اللعيبه ان شاء الله ان شاء الله يعني يبقى معانا توفيق اليوم 27، وان شاء الله نجيب لهم البطوله ان شاء الله. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا لنجم نجوم النادي